المستقبل، المستقبل ديال بلادنا اللي هو اليوم بين يدينا كاملين، واللي حنا كل واحد فينا اللي جالس في هذه القاعة عنده طرف من المسؤولية باش نحققوه. بلادنا عندها مواعيد كثيرة، وأهمهم هو مواعيد 2030، ماشي مواعيد كأس العالم فقط، ولكن مواعيد وأفاق اللي أما غنتقلوا فيه كدولة صاعدة، أن أما غنبقاو كما حنا. وهذا الشيء كيطلب عنصر أساسي اللي خاصنا نستوعبوه كاملين، هو الثقة. ثم الثقة، ثم الثقة. أولا الثقة في أنفسنا، ما نبقاوش نشكو في القدرات ديالنا الشخصية والجماعية باش نحقو اللي كيحقوه الآخرون. هادي شحال حنا كبرنا كلنا، حنا ماشي السويد، حنا ماشي هاد البلاد، واش فين صحاب راسك؟ وهاد التفاؤل اللي كتهضروا عليه، وهاد الشيء اللي كنبغيو نبينوه في القطاع الصناعي ولو انه كيلعب دور اساسي، ولكن ماشي هو القطاع الوحيد اللي كينجح فيه المغرب، هو اننا يمكننا نديروا اي شيء اللي كيديروا الاخر كما كان. وملي كنجيو نهضروا على صناعه الطيران مثلا، ماشي حيت صناعه الطيران عندها ثقل كثير بالنسبه للاقتصاد، كتمثل 20 مليار ديال الدرهم ديال رقم المعاملات تقريبا، كتشغل 15 ولا 17000، يعني 3 ولا 5 دوزينات ديال الكابلاج. ماشي هذا هو الاساسي، هو ان المغاربه بامكانهم في القدرات ديالهم في المتناول ديالهم انهم يصنعوا اصعب حاجه اللي كتصنع في العالم. وهذه الرساله ماشي من اجل الافتخار باش يكون عجبنا راسنا ونجي ونقولوا احنا ما كننفخوش الرويد، لا، هذه الرساله اساسا باش نقولوا لكل مغربي ومغربيه أن المغاربة قادرين يديروا كل شيء في الإبداع، في الصناعة، أو حتى حاجة ما تخلعهم. ثقة في النفس. ثانيا ثقة في المنظومة، ثقة الجماعية. كاين تبخيص كبير ديال عمل تدبير الشأن العام، عاد ندوزو للعمل السياسي. أننا عندنا تأطير إداري وأيضا سياسي في البلاد اللي هو كيرتجل. قصة الصناعة قصة برمجة ديال أكثر من 25 سنة. ملي كنجيو نهضروا على الرؤية الملكية، راه ماشي غير بروتوكول، وغنحكيها لكم بجوج دقائق إذا سمحتوا لي. هاد الشيء بدا بتنظيم وبتراكم. اولا شاف بان عدد ديال الشباب جايين وما عندناش القدره الاقتصاديه باش نستقطبوهم، وباقي ما عندناش، ولكن خاصنا نكبروا الاقتصاد باش نعطيو الامكانيات للشباب باش يجي. كيفاش غنكبروا هذا الاقتصاد؟ دخل في الاداره، إدارة خاصها تكون عندها مداخل جبائية باش تشغل هاد المداخل الجبائية، خاصك دير حركة اقتصادية. باش دير حركة اقتصادية خاصك استثمارات اللي هما غيشغلوا الناس أساسا، 90% غتشغلهم في القطاع الخاص و10% غتشغلهم في الإدارة. هادشي كيفاش كنشتغلوا هاد الاستثمارات باش تجيهم؟ خاص الناس يكون عندهم أسواق، هاد المنتوج اللي غيديروه خاصهم يسوقوه، شكون اللي غيشريه؟ ملي كنتي سد على راسك غيشري السوق الوطني، السوق الوطني ما عندوش القدره الشرائيه الكافيه باش يجلب الاستثمارات الكافيه. هذا هو التشخيص اللي كان هذه 25 سنه او اكثر.
كي غدير؟ اولا خاصك تفتح اسواق جديده. كيفاش غتفتحها؟ اتفاقيات تبادل حر، كتمشي عند الناس الشركاء اللي قرب منك واللي شويه بعاد اللي يمكن لك تسوق لهم شي حاجه، كتقول لهم الاخوان انا بغيت نجيب مستثمرين، بغيت ندير اتفاقيات تبادل حر معك. لان اتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الاوروبي، مع امريكا، مع تركيا، مع جل، مع الدول العربيه، واليوم اخر وحده هي اتفاقيه تبادل حر مع القاريه باش نفتحوا الاسواق. ثانيا خاصك تجلب هاد المستثمرين. هاد المستثمرين ها انت قلت اليوم فتحت الاسواق، خاصك الولوجيه، حيت تذكروا قبل ما يكون الميناء ديال طنجة الولوجيه ديال المنتوج من المغرب مثلا لاوروبا اللي قريبه منا كانت اغلى الاوروبيين من المنتوج اللي يجيبوه من الصين. دونك استثمار في البنيه التحتيه باش تقوي الولوجيه، ياك استثمارات كبيره وضخمه. كلشي كان كيتساءل حنا علاش كنحتاجوا للاستثمارات الضخمه الى اخره، وحنا محتاجين المدارس ومحتاجين المستشفيات الى اخره. كان هذا النقاش، ولكن كي غادر هذه المدارس والمستشفيات؟ مداخل جبائيه باستثمارات مناصب الشغل الى اخره. دونك خاصك تخلق الثروه، وباش تخلقها خاصك تجيب الاستثمارات، وباش تجيب الاستثمارات خاصك البنيه التحتيه. قادينا الولوجيه والرمز ديالها هو ميناء طنجة المتوسط للبوابة على العالم، وعطانا تنافسيه بالنسبه للولوجيه اللي هي من احسن التنافسيات في العالم. مزيان دار هادشي، وبين قوسين هاد جوج المحاور استثمار ضخم، استثمار مباشر بالنسبه للبنيه التحتيه، واستثمار غير مباشر بالنسبه للانفتاح. ملي كتقول للناس افتحوا لينا الاسواق ديالكم كيقول لك افتحوا لي انت، افتح لي انت السوق ديالك. والمنتجين ديالنا واجهوا المنافسه العالميه لاول مره في حياتهم. استثمار مباشر وغير مباشر. ثالثا خاصك تستقطب هاد الناس. كي غادر تستقطبهم؟ غايجيو لهنايا، خاصهم يكون عندهم المسائل الاداريه مضبوطه، عقلتوا على كيفاش كانت وباقى الحاله بالنسبه للتبسيط الاداري. تكون عندهم الكهرباء، كتشوف اي استثمار باش يوصل ليه الكهرباء اليوم مكلف وفيه مشاكل. يكون عندهم عدد ديال المسائل درنا لهم مناطق مجهزه بتفويض سلطه عموميه ديال الترخيص الى اخره باش نستقطبوهم فيها. رابعا كتجي كتدخل في مهن جديده اللي ما كنتيش كديرها، ياك هاد الناس كيقول لك غنصنع عادي وغنصنع عادي وغنصنع عادي وغنصنع عادي، انت ما عندكش الكفاءات اللي جاهزه. دونك استثمار في الكفاءات، في التكوين المهني اللي شرف عليه سيدنا بنفسه باش نوجدوا الكفاءات اللي غتواكب هاد الاستثمارات، وعاد توجد الاختيارات اللي غديرهم اي قطاع صناعي، ودير استراتيجيه واستراتيجيات المتتاليه الصناعيه. دونك هادشي اللي وصلنا ليه، مليون كفاءه، 85% ديال نسبه تصدير، 12000 شركه اللي كتشتغل في هذا المجال، قطاع اللي ما كانش ولا اول قطاع مصدر اللي كنفتخروا به من بعد 20 سنه، راه ما جاش هكاك، ما جاش بوحدو، كان مصمم ومبرمج وعدد ديال الحوايج دارت باش وصلنا لهذه المرحله. واليوم الافاق ديالو اكبر. علاش؟ داكشي علاش قلت لكم المستقبل هو اللي اساسي. علاش؟ حيت هذه المرحله اللي كنا كنتعلموا منها من الاخرين كيجيو يقولوا لنا شنو نديروا وكيفاش نديروا ويعلمونا، اليوم تعلمنا، اليوم ولينا كنعرفوا نصنعوا السيارات، اليوم تصاميم ديال الملابس كلها كنعرفوا نديروها حنا اللي كنديروها الى اخره. شنو بقاتنا؟
قالنا نولي ونخرجو ونجيبو العلامات ديالنا، نولي ونسوقو حنا. حيت دابا الناس اللي كيسوقو لينا، ملي كنصاوبو سيارة أغلبية السيارات اللي كنصاوبوها الناس اللي كيسوقوها ماشي حنا. كيقول لك المغرب بلد تجاري، لا بلد تجاري تقليدي، بلد تجاري في التاريخ، ولكن التجارة اليوم. شكون اللي كيعرف في المغرب يسوق علامة جديدة؟ يلاه بدينا. وهذا هي الطفرة اللي خاصنا نوصلوا لها. علاش؟ في التصنيع ولينا عندنا أحسن تنافسية في العالم. شنو كاين فوق التصنيع؟ كاين الهامش ديال الإبداع. بدينا كنبدعوا، غندوزوا من صنع في المغرب إلى بودع في المغرب. السيادة كتبدا بالإبداع، يعني أنت كتولي بلد ديال الحلول ماشي بلد ديال الإنتاج فقط، وغتمر لبلد ديال التسويق، حيت الهامش ديال التسويق أكبر من الهامش ديال الإبداع. هادشي باش نديروه خاصنا نكونوا واثقين في نفسنا، واثقين في التدبير ديالنا، واثقين في الرؤية ديالنا. ما نبقاوش نشكو بحال اللي كنا كنشكو، علاش كنديروا هذه البنيه التحتيه، علاش كنديروا هذه الميناء، علاش كنديروا هذا الشيء، علاش كنديروا اتفاقيه التبادل الحر وحنا خاسرين فيها، علاش كنمشيو في هذا الاتجاه وكنخليو الناس يديروا وكنعطيوهم الارض وكنديروا لهم، كنشجعوا الناس اللي عندهم الفلوس فعوت ما نعطيو الدعم مباشره. وجينا ليه؟ علاش جينا ليه؟ حيت وفرنا الشروط والمداخل الجبائيه بالحركيه الاقتصاديه اللي مكنتنا باش نديروا هذا الهامش ونديروا هذا الدعم ونصلحوا الصحه الى اخره. نكونوا واثقين في السياسات العموميه وفي الرؤيه ديال سيدنا اللي اليوم عطاتنا ميعاد جديد، عطاتنا رؤى جديده بالنسبه للدوله الاجتماعيه وحنا كننزلوا فيها، بالنسبه انفتاح على المحيط الأطلسي والإدماج القاري وحنا غاديين فيها، وبالنسبة للسيادة وحنا غاديين فيها. العرض عرض شامل. غادي ندخلوا دابا الآن في يعني في التفاصيل، وغادي نعطي الكلمة للسي عبد الرحيم في السؤال الأول. شكرا سي بوكل فقي تطواني على الدعوة الكريمة، و تحية للزملاء الكرام والحضور الكريم على هذا الحضور هذا، تحية للسيد الوزير. أنا صراحة بغيت نبدأ مع السيد الوزير ببعض المستجدات اللي كاينة قبل ما ندخلوا نناقشوا الحصيلة ديال قطاع ديال السيارات والقطاع الصناعة بصفة عامة. غادي نرجع للنقطة صراحة ديال السيد الوزير، واخا كان فيها التوضيح ديالك في مدينة الداخلة في ندوة أمس، ولكن وقع واحد اللبس لدى المواطنين المغاربة حول يعني حجز السلطات الإيطالية هذيك السيارات المغربية بمبرر على أنها يعني فيها واحد الإشارات كاذبة على أنها صنعت في إيطاليا بينما هي مصنوعة في المغرب. واش هاد الشراكة ديالنا مع الاتحاد الأوروبي على مستوى تبادل الحر فيها شي مشكل؟ واش فتحتوا تواصل مع السلطات الإيطالية حول الأمر، أم على أن خصنا نبحثوا على أسواق جديدة كما شرتي لهاد النقطة يوم أمس؟ سؤال يعني سؤال ثاني قبل ما نعطي للزملاء نديروا جوج الأسئلة ومن بعد سؤال ثاني يرتبط أيضا بواحد نقاش يشغل باب المغاربة كاملين، هو مرتبط أيضا بالتجارة، هو النقاش ديال البوطة ورفع ديال السعر ديال الدعم بشكل جزئي على البوطة، وقطاع التجارة هو معني بهذا الأمر. شفنا تجار يعني كيهدوا بزيادات في الأسعار على اعتبار على أن البوطة كتساهم في صناعة مجموعة ديال المواد الأولية والغذائية، وشفنا أن احتجاز خرجت في أكادير والنقابات كتهدد كذلك من هذه الخطوة هذه. يعني واش صح درتوا داخل الحكومه يعني هاد التداعيات ديال هذا الشيء؟ واش خديتوا احتياطات ان تكون شي زيادات اخرى، خصوصا ان كاين موجه ديال التضخم، كاين موجه ديال الغلاء ديال العيد الكبير، كاين مجموعه ديال ارتفاعات ديال الاسعار المواد اللي ما رجعتش، اللي كتحاجه اللي كترتفع الان ما كترجعش مثلا مثل القضيه ديال اللحوم. المهم هاد القضيه ديال البوطه كيفاش السيد الوزير واش خديتوا الاحتياطات فيها بشكل كبير؟ شكرا. مزيان نهضروا على ولا ندوزو لسؤال اخر ولا نجاوب على هذا السؤال؟ حيت هادو مواضيع ماشي اسئله.
بالنسبة للشراكات مع الدول الأوروبية، بون غنهضرو على السيارات في إيطاليا، هذا قرار سيادي ديال دولة سيادية، والجمارك عندهم قوانين اللي خاصهم يحترموها، وهذا الشيء جاي في إطار احترام القوانين والعلامات اللي كتشتغل عندنا خاصة تحترم القوانين، وغات نضبط القرار اللي تخاد، وغتغير شي حوايج في السيارة، تحيد العلامة الإيطالي، العلم الإيطالي من السيارة باش نتمكنوا من باش ندخلوا هذه السيارة اللي هي سيارة من أصل علامة إيطالية وخاصنا اسم المغرب، دونك ما كاين مشكل. ولكن هذا الشيء جاي في واحد السياق عالمي اللي هو شوية صعيب. شنو هو هذا السياق العالمي اللي صعيب؟ ملي كانوا الدول الصناعية كيصنعوا، كانوا بغاو يفتحوا الأسواق ديال العالم باش يبيعوا المنتوجات ديالهم في العالم، دونك جاو بالو ام سي، جاو بالقات، وجاو قال لك نديروا العولمة ونفتحوا الأسواق ونخلوا الحرية ديال السلع في العالم إلى آخره، نديروا اتفاقية تبادل حر، هما اللي كانوا كيبيعوا. دابا دول الجنوب تعلموا يصنعوا، منهم المغرب، ولينا حنا كنبيعوا لهم السلع. جاو قال لك دابا يمكننا نغيروا، بغينا نغيروا القوانين، بغينا اسيدي نديروا صنع خالي من الكربون، حنا قلنا لهم مرحبا هادشي كيفيدنا، بغينا اسيدي تحترموا عدد ديال المعايير، قلنا لهم ما كاين مشكل. واليوم ايضا دخلنا في واحد المحيط اللي قال لك حنا اسيدي ما بغيناش يكون عندنا تبعيه لدوله او دوله اخرى، وبغينا استرجعوا عدد ديال الصناعات، حتى هما داخلين في هذه المرحله ديال السياده، وكيقولوا المصنعين خاصكم ترجعوا تصنعوا عندنا. وكنتفهم انا ان حكومه ديال دوله اللي عندها علامه تاريخيه كتسائل علاش هذه العلامه كتصنع في المغرب وما كتصنعش في ايطاليا، وتسالت رئيسه الوزراء ديال ايطاليا هذا السؤال. كل احسن منك في الجوده، حتى واحد ما احسن منك في الجوده، وحتى واحد ما احسن منك في التنافسيه، حتى واحد ما احسن منك في الجوده، وحتى واحد ما احسن منك في التنافسيه، وهذه بشهاده رؤساء الشركه المنتجه. دابا السياسي يمكن له يقول لك شي حاجه، انا يمكن لي نقول لك الجوده ديال المغرب احسن جوده في العالم، ايطاليا يمكن لك تقول لك احسن، السياسي الايطالي يقول لك ايطاليا احسن جوده في العالم، ولكن اللي كينتج هو اللي كيحكم، ياك؟ هذاك اللي كينتج في تصريح البارح، غير البارح، قال لك احسن تنافسيه اللي عندنا المغرب وصل للتنافسيه ديال الصين، واحسن جوده اللي عندنا هي في المصنع ديال قنيطره اللي خرجت منه ديك السياره، احسن جوده في العالم واحسن تنافسيه في العالم. اليوم هاد الدول اللي بداو كيديروا نوع من الحمائيه، ولينا كنهضروا على الباكشورينغ والنيرشورينغ والفرنشورينغ الى اخره، هاد العولمه بدات كتشتت، حنا خاصنا نلقاو بلاصنا. هاد البلاصه مازال عندنا امكانيات مع الاسواق التاريخيه ديالنا، ما يمكنناش نستغناو عليها. اليوم 80% ديال السيارات اللي كنبيعوها كنبيعوها في اوروبا، باش ما نكذبوش على راسنا، واخا كنبيعوا في 70 دوله، 80% ديال السيارات اللي كنبيعوها في الخارج كنبيعوها في اوروبا، وغنبقاو نبيعوها في اوروبا حيت عندنا احسن تنافسيه، حنا قراب، وبالاخص استثمارات كبيره جايه من اوروبا ايضا، وهذا مهم ومهم جدا. ولكن خاصنا نوجدوا نفوسنا باش نفتحوا اسواق اخرى، ماشي باش نفديوا هذه الاسواق اللي عندنا، لا، حيت عندنا معركه اخرى اللي هي ام المعارك، هي خلق المزيد من فرص الشغل. ما كنخلقوش ما فيه الكفايه لاستقطاب الشباب ديالنا، دونك خاصنا على الاقل نضعفوا القدرات الاقتصاديه ديالنا باش نعطيو افاق لكل الشباب اللي كيجي لسوق الشغل. هذا هو الرهان، وهذا الشيء علاش خاصنا نفتحوا اسواق جديده ونقويوا الاسواق ديالنا.
ثانيا بالنسبه للبوطه ياك، سؤال ثاني ياك بالنسبه للبوطه، من الاول من الدار تنزيل ديال الورش الملكي ديال الدعم المباشر، طرف من التمويل هو توجيه اللي كيمشي للمقاصه باش نمولوا الدعم المباشر، هذا كان معلن، ورئيس الحكومه بنفسه اعلن بان كنخمو باش في شهر ابريل نزيدوا 10 دراهم في البوطه. دوك واش موجدين؟ موجدين. واش خدينا الاحتياطات؟ خدينا الاحتياطات. واش درنا المراقبه؟ دايرين المراقبه. دوك هاد 10 دراهم مبرمجه تاخرت واحد الشهر حيت كلشي ما كانش جاهز والظروف ما كانت جاهزه باش يدار، ومن الدار هذا الدار بتوفير كل الشروط وعادل. وكتقول لي المصنعين اللي كيقول لك غتزاد حيت زادت هذه البوطه، اولا البوطه ما مصوباش للمصنعين، المصنعين خاصهم يستعملوا غاز اخر وانت عارفه، هذا مصوب للمستهلك معلوم، المصنعين كيستعملوا معلوم، المخبازات بحال دابا كيستعملوا ياك، والفلاحه كتستعمل، ولكن هذا استعمال غير شرعي ياك، متفقين هذه. واليوم على الله واش دابا الدوله غدعم 80% من هذا الدعم اللي كيمشي للغاز، والبوطه كدير تقريبا الثمن ديالها بين 85 و88 درهم، الدوله كتاخذ على عاتقها 40 ولا 48 درهم ياك، واش من الحق نعطيو 80% من هاد 40 درهم لكل بوطه للميسورين لمن لا يستحق؟ لا لا ساين ساين ساين، دابا شنو خدينا؟ خدينا الطرف من هاد الشيء ووجهناه للدعم الاجتماعي اللي عطيناه لكثر من 3.5 مليون ديال الاسر اللي كيشدوا على الاقل 500 درهم وكيستعملوا بوطه في الشهر كبيره، دونك حسب عطيناهم 490 درهم اللي خدينا داك 10 درهم ديال الفرق، هذا متوجه. بالنسبه للطبقه الوسطى كاين اتفاق اجتماعي للدار اللي اليوم غيمكن باش نخفوا الضغط الضريبي على هذه الطبقه اللي غتفدي ليها على الاقل 17 المره هاد 10 درهم على الاقل. دوك هاد التوجه كاين، هاد الاحتياط كاين، الاحتفاظ على القدره الشرائيه كاين في المتناول، في المتناول ديال التوازنات الكبرى، حيت ما غنجيش نراهنوا المستقبل باش نستجبوا لحالات انيه ونقولوا نخليوا الدين للجيل المقبل او الحكومه المقبله اللي ما غتعرفش تتصرف به، حيت لا خلينا الدين التنقيط ديال المغرب غيضعف، الاستثمارات غيضعفوا، والقدره اللي خلق مناصب الشغل غتضعف، وشي ما درناه. هاد التوازنات ما كنديروهاش باش نديروا التوازنات، ماشي هي عاجبيننا التوازنات وعجبنا ديك 3.5% الى اخره، كنديروها باش نحافظوا على القدره ديال بلادنا باش تقلق مناصب الشغل، حيت هي ام المعارك في نهايه المطاف، كل شيء عنده علاقه مناصب الشغل، الدعم ديال الشركات، استثمارات، البنيه التحتيه، هادشي كله مديور باش نخلقوا مناصب الشغل ونخلقوا الامكانيات باش ندعموا الفئه الاجتماعيه. وزير، بعد الشكر التطواني، بعد الشكر لمؤسسه فقيه التطواني والسيد الوزير، اشكركم وزميله والزميل استاذ الحضور. عندي واحد سؤال، في الحقيقه احنا المغرب كينتج تقريبا واحد 800,000 سياره، يعني قربنا المليون. على السيارات هادو اللي كيتصنعوا في المغرب الثمن ديال السعر ديالهم غالي، كل كيقول بانه كيتباعوا في اوروبا رخص من انه يتباعوا في المغرب رغم انهم مصنوعين هنا. و هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني كيتعلق بالتحول ديال الصناعه ديال السيارات. اليوم التحول هو في مجال السيارات الكهربائيه،
سمعنا قرينا وتابعنا ان هناك مشاريع ديال البطاريات ديال الصناعه ديال انتاج البطاريات هنا في المغرب. شو ممكن تقول لنا على التحول المغرب اللي في الرؤيه ديالو للتحول للصناعات السيارات الكهربائيه او الهجينه؟ شكرا. شكرا شكرا. القدره الانتاجيه ديال السيارات في المغرب هي 700,000، واللي كيتصنع هو 500,000. كاين فرق بين القدره الانتاجيه واللي كيتصنع. هذه القدره الانتاجيه ان شاء الله غتوصل لمليون السنه المقبله، وست مرات غاديين في المصانع باش نوصلوا لمليون في القدره الانتاجيه. غنوصلوا لمليون السنه المقبله. هاد المليون ان شاء الله كاين نقاش باش نوصلوا لمليون و400 الف ديال القدره الانتاجيه من هنا ثلاث سنوات. هذا هو البرنامج اللي غاديين عليه واللي اليوم كنناقشوا، ويمكن نجيب الله تيسير نديروا اكثر. هذا باش نوضحوا. ثمان سيارات كيوقع نقاش ومغالطات وعدد ديال الحوايج كيبينوا طراز هنايا، بحال دابا كيبينوا سياره مدعمه في اوروبا كيعطيو الثمن ديالها وكيعطيو لك الثمن هنايا. معلوم لا كانت مدعمه غتكون باقل ثمن، ولكن ملي كنقرا قانون الاثمنه، الاثمنه تقريبا نفس الاثمنه. كتقول لي مصنوعه في المغرب، علاش ما غتكونش الثمن ديالها منخفض على اوروبا؟ الاسواق ديالنا لا اسواق اوروبيه، وكاين الهامش ديال التوزيع الى اخره، والسياره في نهايه المطاف ملي كتخرج من المصنع كتباع نص الثمن. شو الضرائب؟ لا باش انت كتصنعها في المغرب كتخرجها ب 10 المليون من لوزين، كتمشي للموزع مغربي ولا كتمشي للموزع اوروبي بنفس الثمن. اللي غتوصل لوجده ولا غتوصل لمدريد غتوصل بنص الثمن، ياك؟ ومن بعد كاين الهامش ديال الموزع. دابا هذاك اللي كيبيعها في مدريد يمكن كيبيع 1000 سياره في شهر، غيدي الهامش ديال 2% ورابح به. هذاك اللي كيبيع في وجده غيبيع 10 سيارات في شهر باش يقدر يعيش، خاصو هامش ديال 10% ولا 8% على الاقل باش يعيش. هذا هو الفرق. و في نهاية المطاف السيارات الأسعار ديالها حرة، ماشي بحال الكهرباء ولا بحال الخبز ولا بحال البوطة. ما يمكنليش أنا ندخل، هو كيعرف شنو كيدير بالسيارة ديالو، واش خاصو يبيع هو كيعرف أحسن مني. دوك هذا مسألة ديال التجارة والأسعار اللي حرة، ولا بغيتو نقننوا الأسعار ديال السيارات نهضرو في هادشي. ثالثا التحول الكهربائي والمغرب واش مستعد والبطاريات. اولا هذه السياره اللي توقفت ايطاليا سياره كهربائيه مغربيه الانتاج ومغربيه الابداع، تصمات في المغرب، فيها ميد ان موروكو وفيها انفنتد ان موروكو كاع. لا ما قالوش فيها مدينة إيطالية، داروا فيها العلم الإيطالي. علاش؟ حيت علامة فيات باش نقولوا شنو هي العلامة ديال هذه السيارة، هي علامة تاريخية إيطالية، وفي غالب الأحيان السيارات ديال هذه العلامة كيديروا الرياض إيطاليا معهم فين ما تصنعوا، راه معروفين معروفين. والمشكل تحل، تحيدات الراية والسيارات غيدخلوا إن شاء الله. دونك ما كاين مشكل بالنسبة لهادشي. بالنسبه للتحول الكهربائي، هذا التحول الكهربائي مهم. علاش؟ حيت السوق الاساسي ديالنا قرر بانه غيمنع السيارات الحراريه في 2035، والتحول بدا بالنسبه للسوق. نسبه السوق ديال السيارات الكهربائيه والسيارات الهجينه غادي كيطلع، حتى حنا خاصنا نكونوا واجدين لهذا التحول. الحمد لله المغرب عنده مقومات واقبال ديال المستثمرين باش نديروا سلسله انتاج كامله ديال البطاريات، وكتشوفوا اليوم عدد ديال المستثمرين اللي مجهين لبلادنا والحمد لله، وكاين افاق كبير، وبداو المصانع الاولين كيتجهزوا باش نكونوا منتجين ديال المواد الاساسيه وديال البطاريات اللي غتزود المصانع ديالنا، وغتزود ان شاء الله المصانع الاوروبيه والامريكيه.
مساء الخير سيد الوزير، شكرا لمؤسسة الفقيه التطواني على الدور اللي كتلعبوا في النقاش العمومي. مساء الخير سيد الحضور. سيد الوزير، لك ممكن انا غنرجع نتفاعل معك شويه في الجواب اللي قلتيه والبطا كنت كنتسنى نوبتي. تحدثتي على ان بعض الصناع هما كيستعملوا البوطاغاز المدعم بطريقه غير شرعيه. هذا كيطرح واحد السؤال ديال اليات مراقبه الاسواق، واش ما كانش اليات اخرى؟ لانه رفع الدعم ما كيعنيش بالضروره انه ما يبقاوش يستافدوا، غيبقاو يستافدوا تمام واحد الانتغفال ديال 30 او 40 درهم بعد ما نزيدوا الدعم، زعما ما نزيدوا ما نرفعوا الدعم ل 30 درهم. يعني حتى هما الى قالوا لك بانهم غيرفعوا الثمن، السوق كتبقى حره، الاسعار هي حره، ولكن الحاجه اللي بيد الدوله انها تحكم بها هي الماده اللي هي كتدعمها. يعني واش ما كانش ممكن انه البحث عن حلول؟ كاين الفلاحه اللي كيستهلكوا حتى 100 بوطه 120 بوطه في الشهر، مخابز كتستهلك قنينات غاز حتى هي كثيره. سؤالي الثاني غنمشي معك السياده الصناعيه. السيد الوزير تحدثتي عليها في اكثر من مره في اكثر من مكان، واليوم قلتيها وقيله شي ثلاثه المرات. عن اي سياده صناعيه نتحدث عنها؟ يعني شنو المفهوم ديال السياده الصناعيه؟ ما كنهضرش هنا على صناعه السيارات او صناعه الطائرات، لانكم قلتيو بان 85% منها موجه للتصدير. السياده الصناعيه هي ان نستهلك ما نصنع. شنو الاليات او البرامج اللي كاينه باش اننا نضمنوا هذه السياده الصناعيه؟ والتوجه اللي كنتو قلتوا باننا وكاينين اتفاقيات في الاطار مع متاجر كبرى انه الرفوف ديال المتاجر واللي فيها صنع مواد صنعت في المغرب، كيفاش ممكن نديروا التوازن ما بين الانفتاح اللي باغيين نفتحوا على العالم والاتفاقيات اللي كنديروا مع العالم اننا نفتحوا تجارتنا عليهم، وبين اننا نستهلكوا ما نصنع؟ يا سي الوزير شكرا. نعاود ناكد الاستعمال الاقتصادي من طرف شركات او مقاولين ديال الغاز المدعم غير مشروع، غير مشروع. هذا الغاز المدعم مديور الاسر، ماشي معروف. ثانيا معلوم كاين اللي كيستعملوا وكاين اللي كيقول لك دابا جا قال لك انا كنستعمل مكون غير مشروع وحيد زدتي لي في الثمن في داكشي اللي كنستعمل بطريقه غير شرعيه غنزيد في الثمن. كاين تساؤل. ثانيا بالنسبه للمراقبه ديال الزياده وديال الاسعار، راه كاين عدد ديال المكونات اللي زادوا، راه مرينا من فترات هائله بالنسبه للزيادات، راه الاسر عاشوها والحكومه عاشتها وحاولت الدعم الى اخره. اليوم ملي كنشوفوا الاثمنه بحال دابا بالمخبزه، عندنا بالنسبه للخبز ثمن مقنن، ما كاين اللي يزيد فيه، يدير اللي بغى. والشيء الاخر لا كان شي اثر على الكرواسه ولا كان شي اثر على بتيبان ولا شي حاجه، ما فيها باس تزيد شي حاجه، ما كاين مشكل. المهم هي نحافظوا على الخبز. ثانيا هاد الاثمنه هي لقاء بين العرض والطلب. كاين دابا منافسة كبيرة بالنسبة لهاد المنتوجات، واللي زاد راه غيعرف الكليان ديالو غيعرف يمشي ليه ولا ما يمشيش ليه. هادشي شفناه في عدد ديال المتاجر، عدد ديال القهاوي، وعدد ديال الأشياء اللي تا هما بغاو يزيدوا، والزبناء مشاو لبلايص أخرين، والمغاربة أذكياء كيعرفوا فين يشريوا وكيعرفوا شنو يبيعوا. اللي زاد عليهم غيغيروا البلاصه، اللي زاد عليهم غيغيروا البلاصه، هادشي عادي، راه باينه، راه بانت في هاد الفتره اللي شفنا اللي كانت فتره ثقيله بالنسبه للقدره الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين ديالنا. وكاين عدد بحال دابا ديال القهاوي اللي بعض المرات زادوا بطريقه شويه قويه بالنسبه للمنتوجات اللي كيعرضوها، والناس بدلوا. المغاربة أذكياء كيعرفوا واش كيديروا. عندي الاستغناء، يخدموا سلاح الاستغناء. شوف اليوم شنو كيعني السوق الحر، الأثمنة حرة كتعني أيضا منافسة. حنا خاصنا نحرصوا باش تكون المنافسة شريفة، ياك؟ وملي كنحرصوا باش تكون هذه المنافسة الشريفة، هذا التنافس بين العارضين كيجعل بأن الثمن كيكون مناسب.
سؤال ثاني على صنيعة في المغرب. سؤال ثاني على صنيعة في المغرب. توازن، ما كاين أي توازن. كاين نفر الحاجيات المغاربة، هذا هو الجديد بالنسبة للسيادة، وكاين القوي والقدرات ديالنا باش نخلقوا مناصب الشغل كوسيلة وسبيل. حنا شنو اليوم السيادة؟ شنو معناتها السيادة؟ ماشي نستهلك ما نصنع ولا نصنع ما نستهلك. السيادة معناتها أن القرار يكون في المغرب. وهادشي باش بديت قلت لكم حنا إلى حد الآن كنصنعوا داكشي اللي كيقولوا لنا نصنعوا، كنصمموا داكشي اللي كيقولوا لنا نصمموا. شنو المعركة؟ حنا نجيبوا داك الهامش التجاري. شنو هي نجيبوا داك الهامش التجاري؟ هي حنا اللي نوليو كنسوقوا، حنا اللي كنعرفوا شنو باغي السوق، وحنا اللي نولي كنقولوا للمصنع شنو خاصو يصمم. اوروبا واش كاين شي تفكير بونسي لاندستري ديال لوطو؟ معلوم هاد 400 الف اللي هي غتكون اضافيه اللي كنشتغلوا عليها عندها افاق باش تسوق في العالم، في العالم وفي بالاخص في الدول الناميه. كنشتغلوا على هاد الارتفاع، وكنشتغلوا على منتوجات جديده اللي يمكننا نسوقوها في اسواق اخرى. دونك كاين افاق اخر، ولكن المهم باش نجاوبك على السيادة، سيادة القرار مهم ومهم جدا، وركز عليه سيدنا الله ينصره، وعطى الرمزية ديالو باستقبال المقاولين اللي جابوا علامة مغربية، أول علامة مغربية للعموم هي صناعة السيارات، وهذا عندها رمزيتها وعندها الرسالة ديالها. ها هو التوجه، سيادة في القرار. وهذه السيارة غتصنع المغاربة وغتصنع العالمين ايضا. وابتكار، هامش الابتكار وهامش التسويق وسيادة القرار. واليوم المضمون الجديد هو ايضا احنا كنا كنجيبوا مستثمرين على حساب داكشي اللي كيخمو فيه هما والاسواق اللي كيبغيو يوجهوا لهم المنتوج هما. دابا اليوم هاد السيادة كتجيبنا سيادة القرار تشتغلوا عليه، وكتجيبنا ايضا نشوفوا الاحتياجات ديال المغاربه ونضيفوهم في هاد التوجهات ديالنا. عندنا احتياجات بالنسبه للامن الغذائي، عندنا احتياجات بالنسبه للامن الصناعي في حد ذاته. تعرفوا بان صناعه السيارات توقفات حيت ما كانوش بعض المواد الالكترونيه اللي كنا كنحتاجوها باش ننتجوا السياره الى اخره. عندنا الامن الطاقي اللي خاصنا نشتغلوا عليه ايضا الى اخره. عندنا عدد ديال التوجهات، عدد ديال الرؤية الاستراتيجية باش نقويو السيادة ديالنا ونلبيو الحاجيات ديال المواطنين اللي غنضيفوها، ما غنتخلاوش على الطريقة ولا التوجه ولا النمو ديال الصناعة، اللي غنضيفوها وغنزيدوها وغنقويو بها الصناعة ديالنا. سيد الوزير، بغيت في واحد السؤال يتعلق ب واحد القضية مهمة، يعني كتخرق بال ديال الحكومة، اللي تحدثتي على شي استقبال القضية ديال مناصب الشغل، باعتبار على أن القطاع ديال الصناعة هو من بين القطاعات الأساسية اللي كتراهن عليها الحكومة خلال البرنامج الحكومي اللي يتكلم على إحداث مليون فرصة شغل، لكن الأرقام الرسمية الصادرة خلال الأسابيع الماضية لا على مستوى المندوبية السامية للتخطيط هي أرقام جد جد مقلقة، كي ارتفاع ديال البطالة بواحد الشكل غير مسبوق اللي قفز 12.7% كي ارتفاع ديال العدد ديال العاطلين. كاين المقاولات اللي 27 ألف مقاولة تقريبا اللي فلست. كيفاش التصور ديال وزارة الصناعة؟ واش حققت الأهداف ديالها خلال هذه المرحلة هذه في الإحداث ديال مناصب الشغل، خصوصا على أن ماراج يعني بعد تصريح بعد تقديم الحصيلة على أن الحكومة غتركز في المرحلة المقبلة في الجزء الثاني هذا ديال الولاية اللي باقي لها على القضية ديال التشغيل. علاش ما قدرناش اننا نحققوا؟ شنو المشاكل؟ غادي تجي ترجع للجفاف وكذا، فالجفاف هذه السنين هو في المغرب تقريبا يعني
عطفا على هذا السؤال سيد الوزير، وخصوصا التشغيل في قطاع الصناعه اللي ركزتيو عليه بزاف في الكلام ديالكم. في البرنامج الحكومي كان منتظر من قطاع الصناعه انه يجيب 400,000 منصب شغل، دابا في منتصف الولايه 115,000 منصب شغل بعجز ديال 75,000. الا درنا 85 عدد ما سهلاش لدتي النسبة حيت لك 10,000 السيد الوزير. ما تحيد ليش، انا خاصني نديرهم 10,000. شنو غنخلي 10,000 مناصب شغل ما نديرهمش؟ عجز باقي على عاتق ديالي، بغا تحيدهم لي. انا تصوت معك السيد الوزير. عجز ديال 85,000 منصب شغل اللي درنا بعملية حسابية انه نصف منتصف الولاية، شنو الاشكال اللي كاين في التشغيل لا في القطاع ديال الصناعه والتجاره اللي معول عليه بزاف ولا على العموم كي قال زميلنا؟ المهم غنداو بصفه عامه بالنسبه لمناصب الشغل وبالنسبه للاحصائيات اللي هما مقلقه جدا، وقلت لكم انها ام المعارك، و التقويه خاصنا نتقويو المنظومه الاقتصاديه باش كنا نستقطبوا الاجيال والكفاءات اللي كتجي سنويا. اليوم تقريبا بال 350,000 كفاءة يمكن لها تدخل لسوق الشغل سنويا. 350,000 صافي، حيت غتحيد منها 120,000 اللي كتغادر، دونك عندك 300,000 صافي اللي خاصها تدخل يمكن لها تشتغل سنويا. والاقتصاد الوطني القدرة ديالو باش يخلق مناصب شغل هي بين 150 و 200,000 ملي كيكون كلشي مزيان، ملي ما كيكونش الجفاف، ملي كيكون الطلب، ملي كتكون القدره الشرائيه مزيانه الداخليه والخارجيه، الطلب اللي كيتوجه للمغرب حتى هو مزيان، القدره ديالنا هي بين 150 و 200,000 سنويا. دونك جدريا خاصنا نضعفوا القدرات ديال الاقتصاد الوطني اللي خلق مناصب شغل اللي غتستجب الطموحات ديال الشباب ديالنا. هذا ما فيه نقاش، وكنشتغلوا عليه ماشي منذ بدايه هذه الولايه، كيشتغل عليه البلاد منذ اكثر من 20 سنه وغادرت عليه في الاول. نجيو الاحصائيات المقلقه اللي خرجت بدايه هذه السنه واخرها هذه واحد جوج الاسابيع بالنسبه لنسبه البطاله وفرص الشغل اللي ضاعت. كندخلوا ونحلوا هاد فرص الشغل اللي ضاعت باش نشوفوا فين هو الاشكال. كنشوفوا ان 200,000 فرص الشغل اللي ضاعت هي فرص هي مناصب شغل غير مؤدى عنها. ودابا انا كندخل لا غير مؤدى عنها، الناس اللي كيشتغلوا بدون اجر، ماشي بدون مقابل مادي. الناس اللي كيشتغلوا دابا في هاد الاحصائيات العلميه والرسميه الى اخره، في عدد ديال الناس تقريبا 800,000 ياك، 800,000 ديال اعوان عائليه كيسميهم اللي كيشتغلوا بدون مقابل مالي. لا 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 نو ريمونيري. واش نو ريمونيري عندها شي حاجه اخرى مكتوبه؟ نو ريمونيري بدون مقابل مالي ياك، وماشي انا اللي كنقولها، الاحصائيات الرسميه اللي كتقول. دوك مشات لك 200,000 وهذا الشيء عادي حيت كانت كتكون في الفلاحه عدد ديال الناس اللي كيشتغلوا كيعاونوا الى اخره مزيان. ملي كتدخل هذا الشيء كتشوف بان حسب هذا التقرير تم خلق في المقابل اكثر من 80,000 ديال مناصب الشغل الصافيه اللي هي في الاجور. لا هذا الشيء في الاحصائيات ديال المندوبيه الساميه التخطيط، هذا الشيء اللي كيقول. ملي كتمشي للسياسات كتشوف حاجه اخرى، كتشوف اكثر من 500,000 اجير جديد. كنتسائلوا وكنحاولوا نحلوا، حيت طريقه ديال الاحصاء ديال الاتش بي طريقه رسميه علميه اللي هي معترف بها عالميا ودوليا ووطنيا وحتى من طرف هذه الوزاره، زعما ما كاينش شك فيها
ولكن باش ندبروا الشؤون العامه والسياسات العامه خاصنا نفهموا واش واقع ومنين جاي هادشي واش هادشي كاين. سيناسات كتقول لي 600,000 تخلقات والاش تي بي كيقول لي 200,000 ضاعوا ولا 181,000 ضاعوا. خاصني نفهم هاد 181,000 منين جاو وهاد 600,000 منين جاو. يمكن هاد 600,000 كانوا 800,000 مناصب شغل في القطاع الغير المهيكل اللي كتهضر عليه ومشات منها 200,000 ودخلت منها 600,000 مزيان. دونك هادشي كنشتغلوا عليه حنا باش نرجعوا للقطاع الصناعي. التزام ديالنا 400,000 منصب شغل صافي وتخلقات تقريبا 115,000 منصب شغل صافي منذ بدايه الولايه وهادشي كنحسبوا بالسينسس. فاليا كنجردوا المقاولات كل مره كتخلق مقاوله صناعيه كنجردوهم عندنا تقريبا 12,000 كنمشيو نشوفوا كل شهر شهر بشهر شحال مناصب شغل كاينه تما وكنشوفوا هاش كاين ها هما المناصب الشغل اللي تخلقوا ها هما اللي مشاو وكنعطيو النتائج. جا ملي كنا كنوجدوا الحصيله رئاسه الحكومه سولات رئيس الديوان ديالي اللي هو راه هو تما قالت له واش باقين متشبتين بالهدف ديالكم ولا بغيتوا تصحوه من بعد هذه المرحله حيت وضعية تغييرات وهادشي عادي يمكن لكم تجيو من بعد عامين ونص تقول احنا بغينا نصحوا هادشي كنا متفائلين ولا كنا متشائمين نصحوا. ما ترددش ثانيه قلت له غنبقاو متشبتين. علاش؟ ماشي تفاؤل. علاش؟ حيت في هاد الفتره تمت معالجه تقريبا 2000 مشروع صناعي اللي غيمكننا من خلق 367,000 منصب شغل. هادو كاينين هاد المشاريع كنشتغلوا عليهم. دوك لا نجحات منها 60 أو 70% غنكونوا حققنا النتيجه. سي الوزير الا سمحتي يعني في اطار في نفس السياق موضوع ديال ضريبة الكربون اللي غادي تواجهها الصادرات يعني المغربية للخارج، واش المغرب قادر على رفع هذا التحدي؟ كنعرفوا بان الصادرات يعني في السنوات المقبلة ولا انه غتأدي واحد الضريبة الا كان المصدر ديال الانتاج طاقة غير نظيفة، فهذا تحدي انه تزويد المناطق الصناعية بالطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. هذا الرهان هل المغرب نجح فيه لحد الآن أو عنده فرص أنه ينجح فيه؟ النقطة الثانية تتعلق بميثاق الاستثمار، يعني تقريبا واحد سنة يعني تم الاعتماد ديال ميثاق الاستثمار، كان واحد تحول كبير على هذا المستوى التشريعي والتنظيمي. المراكز ديال الاستثمار عرفت واحد تحول من ناحية تنظيمية وقانونية، ولكن ما انعكسش على جلب الاستثمارات الأجنبية. إذا شفنا سنة 2023 كان تراجع نسبة الاستثمارات الأجنبية اللي تم جلبها. فين كاين المشكل؟ على هذا المستوى عندنا اطار قانوني تبسيط مساطير الى اخره، ولكن ما نجحناش اننا واحد النقطه اخرى هذه مرتبطه حتى بها لا مرتبطه بها واحد. لا هذه مرتبطه بها كان قبل ما كنت اشتغلتي مع السيد الوزير السابق سي مولاي حفيظ العالمي كان جاب واحد الفكره ديال بنك المشاريع اللي هي مشروع متكامل قابل للدعم قابل للتنفيذ تيجي مستثمر يعني بحال قليوما تياخذ. واش باقي هذه الفكره هذه باقا خدامه؟ شكرا. بغيت نصحح واحد الرقم اللي عطى السي عبد الرحيم قبيله، ماشي 27,000 اللي فلسات 16,000 غير باش نصحوا العام اللي فات. 16,000 وتخلقات في الشهرين الاولى ديال 2024 16,000 مقابله ايضا، يعني نسبه الافلاس مقارنه مع نسبه خلق المقاولات هي مقابله كتفلس وخمسه كتخلق غير باش كتوقع المواكبة وكاين كاين آليات غير كافية وكنشتغلوا عليها باش نقويوها. علاش؟ ماشي المقاولة تفلس عادي بحال الإنسان، مقاولة كتخلق كتعيش وممكن تفلس في الحياة العادية. شنو كاين؟ بحال دابا ملي كتجي دير أكسجين وغولونس باش تواكب اليوم هذا العدد زاد. علاش؟
حيت ملي جا الكوفيد المغرب دولة عطات الدعم باش تستمر هذه المقاولات كيفما كانت وضعيتها كيفما كانت وضعيتها تعطى الدعم. ما كانش عندنا الوقت باش نشوفوا واش هذه قابره غتفلس ولا ما غتفلسش. تعطى الدعم بصفه عريضه. نسى لها الدعم المقاولات اللي كانت غتفلس في 2021 ولا 2020 وتا ديال 2022 فلسات مره واحده. داكشي علاش داك الارتفاع كان عايشه بالسيروم. ها عايشه بالسيروم كان هادشي اللي كان السيروم كان اللي مدد الحياه واحد العام ولا عامين ومن بعد تحيد واللي اللي كان خاصو يوقع وقع. هذا الاول. هي باش نوضحوا هذه القضيه اللي هي مهمه ومهمه جدا. بالنسبه لتضريبات الكربون هذه فرصه بالنسبه للمغرب. كما كتعرفوا المغرب دوله اللي عندها من احسن التنافسيات باش تولد الكهرباء الاخضر في العالم. هذا شيء معروف ومعترف به. والمغرب خدا توجه اللي يمكنه باش يكون عنده وجود ووجود قوي بالنسبه للكهرباء الاخضر. هذه ما فيها نقاش. اليوم ملي كتجي ملي كيجي السوق ديالك الاساسي كيقول انا غندير ضريبه على الكربون وبغيت المنتوج النظيف ولا المنتوج الاخضر، هذه فرصه بالنسبه ليك وكتمنع وكتعطي امتياز للمغرب مقابل الدول المنافسه اللي كتصدر لهذا السوق. هذا اولا وقبل كل شيء فرصه بالنسبه للبلاد. واش حنا جاهزين ولا ما جاهزين؟ هذا الثاني. جاهزين بالنسبه للصناعه الاساسيه حيت هذه الضريبه اليوم هي على منتوجات دقيقه، فوسفات، الحديد، الالومنيوم، الدجاج الى اخره، زعما منتوجات محدوده غتوسع السيارات وغتعمم السيارات بعد. مازال ما تعلناش ولكن كاين نيه باش يوسعوا. ونهار يوسعوا حنا صناعه السيارات بحال بعدنا هي خاليه من الكربون من دابا، ولكن المنتوجات والشركات الصغرى والمتوسطه اللي كتزود هذه الصناعه مازال. دونك كنشتغلوا درنا واحد البرنامج لمواكبه الصناعه الخضراء لهذه المقاولات الصغرى والمتوسطه. كاين مشاركه ولكن المنظومه مازال ما موجوده. خاصنا نحسنوا الاطار القانوني باش نمكنوا هاد الشركات الصغرى والمتوسطه توصل بلا موين تونسيون. هذا مازال ما وصلنا ليه. وخاصنا ايضا نقويو المشاريع ديال انتاج هاد الطاقه في جل انحاء المملكه. وخاصنا ايضا نكملوا المنظومه ديال التوزيع ونجهزوها. كتعرفوا كاين مشروع ضخم باش نطلعوا الطاقه من المناطق الجنوبيه للدار البيضاء اللي هو غيمكننا باش نوفروا الطاقات المتجدده في مراكز الانتاج وغنجيبوها بسعر مناسب وسعر تنافسي اللي غيعطينا الطاقه الخضراء والتنافسيه. ونمكنوا ايضا عدد ديال المناطق ديال المملكه باش ينتجوا الطاقه ويزودوا هذه المناطق الصناعيه حيت الصناعه عندها حاضر اللي هو مشرف ولكن عندها مستقبل اللي هو غيساهم باش نقويوا القدره ديالنا لخلق مناصب الشغل. استثمار كاين بنك المشاريع وميثاق الاستثمار ياك ما كنطول بزاف. لا لا مزيان. ميثاق الاستثمار هذا تحول، والتحول كيحتاج الفتره باش يكون تقييم ديالو. ميثاق الاستثمار تصلق 2023 وما يمكنلكش تحكم عليه في 2023 بنفس السنه، حيت خاص الناس يتعرفوا عليه، خاص الناس يفهموا شنو هما الامتيازات ديالو وعاد ينخرطوا فيه. 2023 كانت سنه ايضا صعبه. علاش؟ حيت بدات هاد التحركات الجيوستراتيجيه، كان الغلاء، كان تساؤلات على السياده والسياسات الحمائيه ديال الاسواق والمستثمرين اللي غيجيو يستثمروا في المغرب باش يسوقوا في العالم كامل، كانوا كينتظروا شويه الوضوح. دونك كاين
جهاز مواكبة الاستثمار اللي تحول الناس خاصهم يولفوا عليه ويفهموه، وكاين أيضا النطاق العالمي اللي هو غير واضح، وباش تجي دير استثمار صناعي أو استثمار اللي غيدوم لمدة 20 أو 30 سنة خاصك توضح، وخاصنا حنا نوضحوا القدرات ديالنا ونوضحوا القبول ديال المنتوج ديالنا في هاد الأسواق. بحال اللي سألتي وكان أول سؤال، واش المنتوج ديالنا غيمشي؟ هادشي ماشي حنا اللي كنتسائلوه، حتى المستثمر اللي كيجي يحط فلوسه في بلادك كيتسائل، واش ملي غنحط وغندير مصنع في المغرب هذا المنتوج ديالي غيقدر يدخل في هذا السوق؟ هذا أول سؤال اللي كيعطي لك. قبل كنت كتجي كتقول له عندي تبادل حر ما كاين مشكل، هادشي واضح. اليوم ولا كيجي يقول لك دابا أمريكان كيقول لك لا كان عنده هذا الأصل ولا كان عنده هذا الأصل ولا كان عنده هذا، كاين مشكل. اليوم اوروبا كتقول لك خالي من الكربون، هذا السؤال اللي كطرحوا عليا حتى هو كيطرحوا عليا، خالي من الكربون واش انت يمكن لك تعطيني الطاقه المتجدده الى اخره؟ كتقول له انا واجد، انا ماشي واجد في هذه المنطقه، واجد الى اخره، فهمتيني؟ دونك هذه الاسئله اللي كطرحهم عليا حتى هما كيتسائلوا، وهاد التقلبات اللي كاينين في العالم حتى هما كيتسائلوا، وهذا الشيء كيعطل شويه القرار. سيد وزير، الذكر ديال عبد الحق ديال بنك المشاريع، بنك المشاريع بدات ب80 مشروع، اليوم وصلنا ل2000، بدات ب50 بطاقة اللي كنعرضوها على المستثمرين فرصة، اليوم وصلنا 400 بنك المشاريع باقي، والمنظومة المواكبة ديالو دخلات في المنظومة ديال المديرية العامة ديال الصناعة، ولات أداة ديال الاشتغال أساسي ديال الإدارة. سيد الوزير، على ذكر الضرائب والضريبه ديال الكربون، فتحتي سؤال ديال موقع المستثمرين من الاصلاحات الجبائيه اللي مرتقبه في المغرب، خصوصا راكم عارفين بان القطاع المهيكل ربما الدافع ديالو الاول هو التهرب من الثقل الضريبي. السؤال الثاني حول اتفاقيه التبادل الحر، وانتم ذكرتيوها، شنو الوضع حاليا؟ واش كاين شي تقييم الاتفاقيات؟ كاين شي مراجعه للاتفاقيات الا ممكن توضعنا في صوره السيد الوزير؟ وسؤالي الثالث حول الاستراتيجيه الوطنيه للصناعه، التفاعل كيفتح الشاير، الاستراتيجيه الوطنيه للصناعه كنتو درتيو مجموعه ديال الجولات في الجهات، واش كاين شي ملامح لاستراتيجيه وطنيه جديده للصناعه؟ شكرا على هذه الاسئله. الاصلاحات الجبائيه هي اساسيه، والوضوح الجبائي هو اساسي، حيت كنشوفوا عدد ديال الدول غيروا المنظومه ديالهم الى اخره. حنا في المغرب عندنا برنامج واضح، والمستثمرين واللي كيدخل في المغرب عارف شنو غيوقع هاد السنه والسنه المقبله والسنه اللي بعدها بالنسبه للجبايات، وهذا كيعطيه اطمئنان وكيعطيه القدره على برمجه المداخل ديالو وبرمجه المساهمه ديالو. واللي كيهرب من الضريبه واللي ما كيربحش، راه عدد ديال المستثمرين كيقول لك انا بغيت نخلص الضريبه، علاش؟ حيت ملي كنخلص الضريبه كنكون رابح، هذا هو الهدف. اليوم قطاع غير المهيكل هضرتوا عليه وما جاوبتش عليه قبيله، قطاع غير المهيكل عنده جوج الادوار. اولا كيشغل، ما خصناش نضيعوا في هذه المناصب الشغل، خصنا ندمجوها وخصنا نواكبوها. ثانيا عنده قدره باش يتقوى، حيت هو عنده مقاوله صغيره ومتوسطه خصنا نقويوها، حيت اليوم عنده افاق باش يتقوى، حيت اليوم كيشتغل بدون الآليات العصرية ديال التسويق وديال التمويل. إلا دخلناه إطار الهيكلة وساعدناه باش يدخل في قطاع في المنظومة المهيكلة، معلوم غيكون عنده عبء ضريبي واجتماعي، حيت كاين المساهمات الاجتماعية أيضا اللي خاصنا نسهلوها عليه العبء، وهذا العبء يواكب مداخل وارباح اللي هي اقوى. وهذا هو الرهان، الرهان ماشي المحاربه ديالو، الرهان هو المواكبه ديالو باش ندمجوه وباش نقويوه وباش نقويو القدرات ديالو لخلق المزيد من مناصب الشغل، حيت هذا هو الهدف الاساسي. لا، البرامج كلها غدا في هذا السياق. شنو هما البرامج اللي غدا في هذا السياق؟ اولا وقبل كل شيء المرجعيه الضريبيه غدا في هذا السياق. ثانيا كاين عدد ديال المواكبات، كاين هنايا قبلتي المدير العام ديال ماروك بي ام اللي كيواكب هاد الشركات،
كنشوفوا بحال دابا اليوم عندي مثال اللي هو مثال مهم. كان عندنا هاد السوق ديال الناس اللي كيخدموا في الحديد القديم الى اخره وكيتاجروا به الى اخره، ياك؟ وهذه تجاره غير مهيكله، معروفه ومنتشره في جل انحاء المملكه. اليوم هاد الناس منهم داروا مصانع ضخمه وكيشغلوا ولاو كيصدروا بقوه، ولكن ما كيصدروش غير في راي، ولاو كيصدروا منتوج مصمم، ولاو كيزودوا الشركات العالميه بالمنتوجات ديالهم اللي كتستمر في المغرب واللي في الخارج. وهاد الناس جابوا المنظومه ديالهم وهيكلوها، دوك كنشتغلوا باش ندخلوهم، نبينوا لهم الافاق. كاين تدابير بحال اللي قلت لك جبائيه، كاين تدابير اداريه بحال دابا الناس اللي في راي معناها لهم تصدير. قلنا هادشي ما غتصدروش، ممنوع. الا حولتي يمكن لك تصدرو. اذا استثمر ودخل في التحويل، ومن يدخل في التحويل وبهذا الاستثمار، قلنا له هذا الاستثمار اللي غديروه غتكون مواكبه، غيكون دعم، ولكن خاصك تخلق الشركه ديالك وتخلص عليها. وبدا كيدخل رويدا رويدا حتى ولاو منهم مصنعين كبار كبار، وبعض المرات ضخم، استثمارات ضخمه. وهذا الشيء كنديروه في عدد ديال القطاعات، وكنشتغلوا بصفه مركزه. الوزير، قطاع الملابس المستعمله، يعني واحد الوقيته كنت وقفتوا الاجهزه المستعمله حتى هي كنا عارفوا بان كيستافدوا منها واحد الفئه، لانه تعاودوا يبيعوا في السوق. معلوم معلوم، يعني وعاودوا رجعتوا سمحتوا بها. كيستافدوا منها الناس اللي كيلبسوا، كيستافدوا منها الناس اللي كيجيبوا، كيستافدوا منها ايضا الناس اللي كيعزلوا. واحد الوقيته منعتوها وترجعوا؟ لا لا، ما رديناهاش، رديناها غير شويه. شويه باش نحلوا مشكل اجتماعي في الشمال ديال البلاد، وانت عارف. غير شويه. ولكن الا استافدوا منها 10 كاين الكليه 1000 مناصب شغل. هذه هي المعادله اللي خاصك دير. غتخلي 10 يستافدوا وغتهلك 1000 اسر. اللي كيشتغلوا كينتجوا باش يسوقوا. وهذا الانشغال اليومي الاساسي ديال الوزاره. علاش؟ عاوتاني ام المعارك هي مناصب الشغل. غنخلي 10 واخا كيغوتوا والسوق ديالهم مرتفع الى اخره، يشتغلوا ونخرج على 1000 اسره. قرار صعيب ياك ولا سهل؟ مازال اتفاقية التبادل الحر عطاتها اليوم في الاول، راه هو الاساس. راه ما يمكن لي نجلب مستثمرين تنفتح لهم اسواق. التقييم كاين يوميا، معلوم كاين العجز، معلوم كاين العجز، وكان العجز وراه غيبقى العجز. ولا ما صدرتيش غتبقى تستورد كل شيء، وغيبقى العجز مع اللي عندك مع اتفاقية التبادل الحر واللي ما عندكش معاه. ولكن عندك امكانيه باش تصدر ملي كتفتح الاسواق. دونك غادي تقول لي عندك العجز مع هذا، غنقول لك ايه، ولكن عندي امكانيه، عندي سوق ديال 500 مليون ديال الناس اللي عندهم امكانيات اللي يمكن نبيع لهم اي حاجه. معلوم بعض المرات ملي كتقصح عليا القضيه، ولا كيضروني، ولا كنبغي نحمي شويه المنتوج، ولا باقي كتكون منافسه غير شريفه، راه كنحمي. ولكن الاهم هو انني باقي عندي الامكانيه اللي غنجيب بها مستثمر اللي يمكن له يبيع بداك السوق ويغطي لي على هذا العجز، وانا غادي وكنغطي على العجز التجاري. الاستراتيجيه الجديده للصناعه، الاستراتيجيه للصناعه الملامح ديالها باينين، توجيهات الملكيه الساميه، العنوان السياده، الهدف الاساسي خلق مناصب شغل القرن، المشاورات الجهويه كتبين بان كاين توجه جهوي اللي غيكون فيه اختيارات جهوية، أهداف جهوية، ومسؤولية مشتركة بين الجهات والدولة. لو سمحتي قبل ما تهدى، واحد المنطقة الصناعية عين جوهرة في نواحي احتفلت 200 هكتار فيها مشكل، واقفة. شو مشكل؟ ما واقفاش؟ يلا يلا تقريبا واحد 50 هكتار هي اللي بدأت. ايوا مزيان كتبدا. حنا شوف شوف باش نقول لك كيفاش كنشتغل. ما بقاش داك الشيء كنديرو كنجهزو كل شيء وكنبقاو نشوفو فيها وتا كتدمر، وكنشوفو كنخدم نعاودو ناهلو. حنا كنبداو على حساب الطلب اللي موجود.
عندنا مربجة 200 هكتار وريزيرفية 200 هكتار، كنجهزوا الشط الأول كنعمروه، كيفاش كنعمروه؟ كندوزوا الشط الثاني ملي كنسوقوا 70% وكتكون موجودة 30% ديال المصانع، ديك الساعة كندوزوا الشط الثاني، حنا كنشتغلوا. المهم اليوم إنجورة عندها إقبال كبير، الناس طلب عليها موجود، وإن شاء الله غندوزوا الشط الثاني في أقرب وقت. ننتقلوا إلى المحور الأخير ومحور ذو الشجون. وصلنا المحور الأخير. المحور الأخير هو غادي يكون المحور السياسي اللي غيتناول واحد مجموعة ديال القضايا. المؤتمر الأخير ديال حزب الاستقلال 18، موقف أو موقع حزب الاستقلال في الأغلبية الحكومية، الوضع الداخلي، التعديل الحكومي، الانسجام الحكومي، ثم ميثاق الأخلاقيات. اذا هذه غير الاطار العام. خاصني نجاوب ولا نتسنى الاسئله؟ لا غادي نجاوب. لا عندي طروح سؤال بحال حيت ما شتيش كلشي غنطلب منك تعاود. السيد الوزير، يعني حديث يعني من كان السيد رئيس الحكومه اكد في خلال الخرجه الاعلاميه ديالو على ان التعديل الحكومي غادي يكون، ولكن ننتظر يعني الحلفاء ديالنا داخل الاغلبيه حزب الاستقلال، وكان كيتحدث ايضا على حزب الاسرى والعصارى، انهم ينهيو من المؤتمر ديالهم. حزب الاستقلال انهى المؤتمر ديالو، مازال عنده مازال كاين لجنه تنفيذيه تعثر، ما عرفناش السيد الوزير واش خلاف تنظيمي بعمق سياسي بين ما يسمى جوج ديال التيارات اللي هي داخل حزب الاستقلال. لحد الساعه مازال ما كاينش لجنه تنفيذيه. سؤال حول هذا الامر، يعني مستجدات ديال التعديل الحكومي السيد الوزير، واش التأخر ديال اللجنة التنفيذية مرتبط بأنه هو اللي كيأخر التعديل الحكومي؟ لا، أولا وقبل كل شيء، التعديل الحكومي من اختصاصات سيدنا الله ينصر، من مبادرة واقتراح من رئيس الحكومة، ولكن من اختصاصات ديال جلالة الملك، هذا الدستور. واليوم رئيس الحكومة كيخمم، أعلن عليها، كيدير مشاورات، أعلن عليها، وإن شاء الله وقت ما اقترح سيدنا غيشوف واش هادشي مناسب ويقرر. شو تقييم داخل حزب الاستقلال؟ هادشي بالنسبة للتعديل واضح. تقييم الوزراء الأداء ديالهم في حزب الاستقلال؟ لا، تقييم الوزراء مستمر. راه أنا جالس معكم وأنتم كتقيموا الأداء، راه هادشي اللي كديروه ياك. هادشي اللي كديروه من قبيلة هذه الساعة وانتم كتحاكموني شحال درت وكيفاش درتي وعلاش درتي وما درتيش الى اخره، ماشي تقييم، راه تقييم مستمر، راه كل نهار تقييم، اللي قلتي اللي ما قلتيش، اللي درتي اللي ما درتيش، واش كتسنى هنا تقييم اخر؟ معلوم كنديروا تقييم راه مستمر. هذا التصفيق راه دليل على النجاح. الحمد لله. الحمد لله. لا، تقييم مستمر، انا ما كلشي واضح وكلشي باين والحمد لله. وحنا حنا زعما ما كنخبيو حتى حاجه، وحتى حاجه ما كتخبى واخا بغيتي تخبيها هي جوج. بالنسبه للجنه التنفيذيه والتيار، عيينا من هذا التيار، تيار وتيار الاخر، وتيار الجنوب وتيار الشمال وتيار الشرق وتيار الغرب. امين العام ديال حزب الاستقلال انتخب بالاجماع، ما فيها نقاش. فين هو التيار؟ فين هو اللي ضد نظام بركه في الحزب؟ كاين شي واحد؟ ما باينش، واخا داك اللي ضده راه صوت عليه، سبحان الله العظيم. هذا الاول. الثاني، لاول مره في تاريخ الحزب المؤتمر فوض الامين العام السلطه باش يجي يقترح لائحه ديال اللجنه التنفيذيه. هذا تشريف وتكليف، يعني الاستقلاليات والاستقلاليين في المؤتمر ماشي في المجلس الوطني قالوا الامين العام ديالنا غنعطيوه الامكانيه باش يختار الفريق ديالو ويجي يقدمو لينا وحنا غنوافقوا ليه ولا ما نوافقوش، ياك؟ هادشي اللي كاين. امين العام عنده الترشيحات، يلا ولا امين عام يلا انتخبناه، وعنده اكثر من 100 مرشح، بقى 107 107 هاد المرشحين. امين العام خاصو يكون عنده وحده الحزب
هي الاساسيه الاولى تمثيليه ديال كل استقلاليات واستقلاليين اللي غيواكبوه في هذه المرحله، ومعايير اخرى ديال فريق متجانس متكامل وقوي باش يربح الرهانات ديال الانتخابات ديال 2026. هذا كيطلب شويه الوقت، هذا كيطلب شويه الوقت، وداك الشيء علاش امين العام اليوم كياخذ وقته كيدير المشاورات مع كل الروافد ديال الحزب المجاليه وحتى الفئويه باش ياخذ القرار ديالو ويجي يقترح على المجلس الوطني الفريق الذي يراه مناسب لمواكبه المرحله المقبله. تفاعل معكم سيد الوزير في هذه النقطه، بالتاكيد كان انتخاب الامين العام بالاجماع كما ذكرتي ومر المؤتمر، ولكن قبل المؤتمر كانت هناك العديد من المؤشرات، من ضمنها ان المؤتمر انعقد خارج الاجل القانوني تاخر، ومن ضمنها ان اللجنه التنفيذيه كانت في واحد الوقت ما كتنعقدش، كان صعيب انها تنعقد، المجلس الوطني حتى هو تاخر غير ما مر. الا ممكن توصفوا لنا كيفاش داير البيت الداخلي الاستقلال، واش هذه باقيه انعكاسات تمثيل ديال حزب الاستقلال في الحكومه؟ ايوا قول باز. هاد الخلافات كلها كانت وهاد المشاكل كلها كانت الامين العام انتخب بالاجماع. ايوا قول بس. الحمد لله هذا نجاح ونجاح كبير ديال الامين العام، بحيث ان كان النقاش ونقاش عميق. شنو سبب هاد الخلافات؟ ومواقف، لكن مواقف حزب كبير تاريخي في ناس اللي عندهم شخصيه قويه واللي عندهم حضور قوي وتمثيليه قويه، وكل واحد عنده الراي والراي الاخر، والديمقراطيه هي هذه، وجمع الشمل ماشي سهل، وداك الشيء علاش كل شيء اتفق على نزار بركه امين عام، حيت جمع الشمل وداروا بقوه وداروا بذكاء. سيد الوزير يعني تابعنا المؤتمر، انا عاود انا تابعته غادي حضرنا وتابعناه، وغادي نعاود نرجع لهذه النقطه. نعم. يعني الوضعيه ديال الشكل اللي داز به المؤتمر كانه كان جوج ديال المؤتمرات، كان مؤتمر اللي فيه واحد العدد كبير ديال الناس، وكان واحد المؤتمر اخر خلف الكواليس اللي فيه المفاوضات، وكانوا الناس المؤتمرين كينتظروا، كان واحد المشهد. يعني بالنسبه لك يعني سي الوزير، هذا واحد المشهد ديال واحد المؤتمر ديال حزب وطني كبير اللي هو حزب الاستقلال، اللي ما عمره كان المؤتمرات ديالو كتمر بهذه الطريقه. يعني هذا واحد ما كانش كيمر بهذه الطريقه، كان لا كان لا ما عمر حزب الاستقلال، كانوا العدد ديال الاشياء والتواصل الى اخره، هادشي ما كانش، هادشي ما كانش صح، عندك الحق. لا وكان نقاش سليم بين الناس. لا هذا امتداد للتواصل، ولكن انه يدوز مؤتمر، انه يدوز المؤتمر وما يتمش انتخاب ديال اعضاء اللجنه التنفيذيه داخل المجلس الوطني، ويبقى مجلس وطني مفتوح لمده تقريبا شهر الان، هذه وضعيه تبان لي غير طبيعيه. لا وضعيه فريده من نوعها لاول مره كتوقع، واللي عندها ارتباط مباشر مع الثقه للمؤتمرين عطاوها الامين العام. لاول مره تعطى الامين العام هذه الصلاحيه وهذه المسؤوليه، وهذه المسؤوليه الامين العام خاصو ياخذ الوقت، حيت قبل كانوا ترشيحات فرديه ولا حسب الاصوات اللي عندك كتدخل وكتدخل في اللجنه التنفيذيه. الاستقلاليات والاستقلاليين شافوا بان اليوم في هذه المرحله الدقيقه الامين العام كيحتاج الفريق اللي غيختاره هو، وعطاوه هذه الصلاحيه، عطيوه الوقت باش يوجدوا، راه مسؤوليه فاوت ما يجي فاوت. لجنه القوانين هي اللي وجدات، ولكن المؤتمرين هما اللي اختاروا، المؤتمرين هما اللي اختاروا، الاستقلاليين والاستقلاليين هما اللي صدقوا على هذا الشيء، واليوم تعطى هذا التكليف وهذا الشريف للامين العام. الامين العام طلب من المجلس الوطني يعطيه الوقت باش يقترح اللائحه المناسبه، هذه مسؤوليه. لا غتجي غتقول انا الفريق ديالي هو هذا، خاصك دير المشاورات، شوف الاستقلاليات والاستقلاليات كينتظروا باش تكون التمثيليه، باش يكون التجانس، باش تكون الوحده، رهان الوحده ديال الحزب هو اهم رهان. هو هذا مريان، كتعرف الفريق ديال الحزب في البرلمان كيفاش كيتسمى؟ فريق الوحده والتعادليه، ياك؟ الوحده اهم مريان، خاصنا نمشيو موحدين كفريق واحد متجانس كفء ونزيه باش نربحوا ونصدروا انتخابات ديال 2026، وهذا هو الهدف. خلال هذه التحديات يعني المطروحه السيد الوزير،
على حزب الاستقلال يعني التحديات التنظيميه حاليا المطروحه كتشوفوا على ان الحزب قادر انه ينافس مثلا حزب التجمع الوطني الاحرار وبقيه الاحزاب يعني على المرتبه الاولى. هادشي اللي كنراهنوا عليه وهادشي اللي كنشتغلوا عليه وان شاء الله غنوصلوا للمرتبه الاولى، هذا هو الهدف وكنشتغلوا في هذا السياق. على ذكر الفريق الاستقلالي هناك حديث يعني ان كاين بعض الخلافات داخل الفريق بعد انتخاب الاخ يعني خلف لنور الدين ضيان حجيره عمر حجيره. كاين حديث على ان كاين بعض الصراع داخل الفريق البرلماني بحال الحديث اللي كان على التيار والتيار الاخر الى اخره، وصلنا للاجماع باش ننتخبوا الامين. معلوم في كل مجموعه انسانيه حتى في الاسره ديالنا كاين الراي والراي الاخر، وهذا شيء عادي وسليم. ولا ما كانش النقاش في البرلمان ولا ما كانش النقاش بين البرلمانيين غتخلي للشارع. هذا شيء عادي وسليم ان فريق برلماني في اسره في قبه يكون نقاش وسليم بدون عنف باحترام، ومن بعد ملي كناخذوا القرار كنمشيو ليه جميع. هذا هو الاهم. كاين شي خلاف في التصويت؟ كاين شي خلاف في المواقف؟ لا، يمكن يكون الراي انا بغيت نمشي على اليمين الاخر يقول انا بغيت نمشي على اليسار، وهذا شيء عادي ونناقشوا. قنعني نقنعك، هذه هي الديمقراطيه، هذا هو حزب الاستقلال، وهذا شيء سليم وماشي غير كنعترفوا به، ماشي اعتراف، افتخار بالنسبه لنا ان يكون عندنا نقاش داخل الحزب. لا سيد الوزير، لا الا جا التعديل الحكومي في هذه المرحله اللي مازال ما كايناش فيها اللجنه التنفيذيه، يعني كيفاش غيتم تدبير هذا التعديل على مستوى الحزب؟ واش الامين العام هو شخصيا هو الوحيد اللي غادي يدبر هذا الملف هذا؟ الامين العام كيقوم مشاورات في كل مراحل ديال مراحل القرار، كانت لجنه تنفيذيه او ما كانش، هو اللي غيقترحها. دونك معظم المكونات ديال هذه اللجنه التنفيذيه غيكونوا في بالو، ولا كانت يكون في بالهم قبل ما يتعدل. لا، ولا كان حوار هو عنده في باله هاد 107 وصل لهم ال 50 غيمشي يتذكر مع ذاك ال 50، ولا بقاو 107 يتذكر 107. امين عام رجل حوار، رجل نقاش، ماشي كياخذ ما كياخذش قرارات فرديه. هذا حزب عنده 90 عام عباد الله، راه عنده الاسس وعنده التاريخ وعنده المناضلين ديالو وعنده الاركان ديالو وعنده الناس ديالو، والامين العام كيتشاور مع هاد الناس كاملين. الا جا التعديل غيتشاور مع الناس ديال الحزب، وكاين المجلس الوطني، كاين عدد ديال الامكانيات باش القرار يتخاذ. امين عام ديال كل الاستقلاليات والاستقلاليين. سي الوزير، هاد 107 الترشيحات ديال اللجنه التنفيذيه، واش نتوما ضمن هاد الترشيحات هذه؟ نعم. الجواب نعم. طيب هو عضو بالصيفه يعني. لا قبل الصيفه يعني مرشح بلا صيفه. وهنا غيجرني السؤال ديال سي رياض منزور، ديما كتقولوا بانكم استقلالي وتفتخر، واخا الانتقادات اللي كانت من بعد التعيين في الحكومه، كتقولوا بانكم دخلتوا الاستقلال من بوابه رابطه الاقتصاديه الاستقلاليين، ماشي من الشبيبه ودرتوا التدرج اللي كيقولوا الناس بانه هو التدرج العادي. قلت لها 38 عام كانت شويه صعيبه بالنسبه للشبيبه المدرسيه. طيب دابا انتم وزير ترشحتوا الان اللجنه التنفيذيه، فين كان سي رياض منزور من النقاش السياسي او من الصف الاول في النقاش في حزب الاستقلال، حتى قيل ان رياض منزور ليس استقلاليا وطاح في الباراشوت على الوزاره؟ لا دابا عندك الحق، كاين بدا حزب الاستقلال حزب كل المغاربه، ما كاينش فيه الاقصاء، واللي كيجي يقول لك هذا ماشي استقلالي واخا ما دخلش في الحزب ديجا كاين شويه ديال الشك، حيت حنا حزب منفتح، حنا حزب البلاد، حزب مفتوح لكل المغارب. ثانيا كاين عدد ديال الروافد معلوم اللي كيكونوا قياده ديال الحزب، كاين اللي كيتدرج منذ الصغر ديالو الى اخره ومزيان، كاين الناس اللي كيلتحقوا بالحزب، كاين اللي كيلتحق بالحزب ولا التحق به حتى هو استقلال، كاين اللي يدخل ليه بحال اللي دخلت ليه انا هذه 15 عام ولا 16 عام، كاين اللي يدخل ليه هذه 20 عام، كاين اللي يدخل ليه هذه 30 عام، كاين اللي يتزاد فيه،
كاين اللي تزاد فيه وما تخش ليه عاد عاود رجع ليه الى اخره. اليوم احنا مفتخرين بكل استقلاليات وكل استقلال. بعد ذلك كل واحد كيناضل طريقته وكيواكب في المنصب ولا من النافذه اللي يمكن له يساهم فيها القوه ديال الحزب، وحنا كنفتقروا بكل المساهمات. وهاد الانتقادات معلوم كاين انتقادات على كل شيء، كاين انتقادات على كل شيء، كاين انتقادات اللي هي سليمه كيقول لك شوف حنا في الحزب ما غنعطيو المسؤوليه غير الواحد اللي عنده 30 عام ديال الاقدميه. كاين اللي كيقول لك حنا حزب وطني نساهموا، واخا نجيبوا كفاءات اللي ما عندناش نجيبوها من على برا باش نساهموا لبناء الوطن. وهذه الاراء كاينه في كل المنظومات، وكاينه ايضا عندنا حزب الاستقلال، وحنا كنفتخروا بالاختلاف حيت الاختلاف رحمه. سيد الوزير يمكنك تحكي لنا، يعني انت كنت مدير ديوان ديال نزار بركه وعندك علاقه مع نزار بركه مده ملي كان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولكن اشتغلتي ايضا كمدير ديوان ديال المرافق العالمي في وزاره التجاره والصناعه اللي هو كي درتي لي هذه الحاجه اخر غير الى ممكن الى 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 ممكن تحكي لنا كيفاش جات هذه القصه ديال ديال الاستوزار ديال كيفاش جات. غنفصل لك، كنت مدير ديوان ديال الاخ نزار بركه الامين العام لمده 5 سنوات. نزار بركه طلع امين عام ديال حزب الاستقلال، ومن بعد سنه غادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كان خاصني نقلب على خدمه، حتى انا خاصني نوكل وليداتي وخاصني نخلص عليهم من المدرسه الى اخره، نقلب على خدمه. كتبت السيره الذاتيه ديالي بديت كنوزعها، طاحت بين ايادي وزير الصناعه والتجاره السابق، وفي السيره الذاتيه ديالي كاتب عود المكتب ديال رابطات اقتصاديه الاستقلاليه. عيطت مولاي حفيد العالمي السي نزار بركه، قال له السيد كيشتغل معاك الى اخره. قال له انا اليوم كاين تحول جذري في العالم، اللي السياده ولات كتعرف انتشار كبير، كاين تفكير وتخميم، وحنا اليوم هاد التوجه مازال ما عندنا في المكونات ديال الوزاره. واش يمكننا نستعنوا بهذا السيد اللي كيشتغل معاه؟ قال لي لا، قبل ما كاين مشكل. انا نهار تعرض عليا قلت هذا اولا شرف، كيجي يقترح عليك شي واحد يخدم بلادك وشي واحد كفاءه معترف بها عالميا، ماشي هذا الى اخره. كيجي يطلب منك تعاونه في هذا التوجه الجديد اللي غادي فيه الصناعه، اللي هو السياده عالميا، اللي هو توجه مطابق مع التكوين ديالي ومع الانتماء الحزبي ديالي اللي هو اللي غير نفتخر به. و كان مشروع مهني، مشروع وطني، بقى غير السياسه. نهار تعرض عليا تعرضت عليا هذه الفرصه، عيطت للاخ الامين العام قلت له اش كاين واش كاين؟ قال لي راه هضر معايا سير توكل على الله، هذا غيقوي التكوين ديالك باش يمكن لك تساهم داخل الحزب المرحلات المقبله ان شاء الله. وهذا الشيء اللي وقع. سيد الوزير، يعني السؤال بخصوص الوضع داخل الأغلبية الحكومية. في إحدى الفترات كان يعني خلاف بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا عبد اللطيف الوهبي في واحد الفترة، وكان جريدة العالم هاجمته خلال مجموعة من المواقف والنفس الحداثي في 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 مجموعة من القضايا الخلافية. الآن يعني الوضع داخل الأغلبية الحكومة لا 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 انسجام. كان عندنا احنا عندنا برنامج، وبالنسبة لتنسيل هذا البرنامج التحالف الحكومي ما فيه اي اشكال. جاو بعض النقاط اللي ما كايناش في البرنامج، بالاخص بالنسبه للمدونه ديال الاسره الى اخره. جا واحد النقاش، بدينا في هذا النقاش وكان الاخذ والرد باش ما نكذبش عليك. وجلاله الملك كون لجنه وفك هذا المشكل وفك هذا النقاش، وعطاه وضعيه مؤسساتيه
اللي اليوم غتخرج بطريقه ديال المشاورات باحترام ديال الثوابت ديال البلاد. وان شاء الله بعد ان اليوم اللجنه طلعت تقرير ولا سالات التقرير وطلعت جلاله الملك، غيكونوا التوجيهات الملكيه باش نشرعوا في القوانين والتعديلات اللازمه في هذا الشان. لا ما كاين اي مشكل، بالعكس كاين انسجام، عمرك شتي شي خلاف، عمرك شتي شي مشكل بالنسبه للتصويت؟ ما كاينش، عندنا برنامج كنطبقوا، عندنا انسجام كلي وكامل في الفريق الحكومي في هذه النقطه اللي كانت نقطه اللي ما كانتش في البرنامج الحكومي. كان نقاش، كان نقاش، كاينين اللي بغاو يمشيو في هذا الاتجاه. حنا حزب الاستقلال عندنا التوجه ديالنا وعندنا الاقتناعات ديالنا، وحزب الاصاله والمعاصره يمكن كان عنده توجهات واقتناع اللي كان مختلف مع هذاك ديالنا. وجلاله الملك خدا التوجه، خدا القرار، كون لجنه، جاب التقرير، وان شاء الله هادشي غيتحسم في المستقبل بهذه الطريقه اللي هي الطريقه اللي خرجتنا من هذا النقاش. طيب كيفاش دبرتيو في الاغلبيه سي الوزير الحوار الاجتماعي والمخرجات ديالو؟ وشوف هذا مهم ومهم جدا، والحمد لله ديما حزب الاستقلال ملي كيكون في الحكومه كيجيب البركه ديالو، وحنا كنفتخروا بهذا الشيء. في القطاع ديال الصحه ما التزمتش في الحكومه؟ لا لا شوف، بعدا اليوم اليوم وغدا بعدا اولا وقبل كل شيء نبداو ونكونوا منصفين بالنسبه للاجور اللي تزادوا هاد حكومه عباس الفاسي. الحمد لله زاد ب 15%، وفي هذه الحكومه الحمد لله زادت ب 10 وغتزاد ب 10 ان شاء الله. وهذا الشيء زعما يمكننا غنفتخروا به، بان دائما ملي كيكون حزب الاستقلال كيساهم في الحكومه او كيقودها كيكونوا زيادات في الاجور في القطاع الخاص وفي القطاع العام. معلوم كاين انشغالات وكاين قطاعات اللي كيتسائلوا، ماشي غير في الصحه، ايضا في العدل، باش نمشي لك القطاعات والجماعات الى اخره. كاين قطاعات اللي كيتسائلوا حتى هما عندهم مطالب، وكل مطالب في الاول مره. او ايضا اليوم عندنا مؤسسه ديال الحوار الاجتماعي اللي هو منتظم، اللي فيه اتفاقيات اللي هي كتطبق على ارض الواقع. والحمد لله الحكومه ما عمرها ما بينات اي رفض للحوار، والحمد لله. وغنبقاو على هذا الاطار. قطاع التعليم العالي سيد الوزير، الاضراب ديال الطلبه ديال الطب، الوزير يرفض الحوار. لا شوف انا غنقول لك واقع الازمه لا شوف انا غنقول لك صعيبه هذه القضيه، صعيبه وما خاصناش نزيدوا فيها او نقصوا فيها. كنتفهموا الطلبه، ولكن ايضا كاينه الحاجيات ديال البلاد. الحاجيات ديال البلاد واضحه، ومني كيجي يقول لك المؤطر انا هادشي كنشوفه سليم، كيجي يقول لك الطالب انا هادشي ما كنشوفه سليم. كاين حوار، كاين نقاش، واخا ماشي مرسم، ولكن كاين حوار وكاين نقاش، وان شاء الله القضيه غتفرج. حنا شنو بغينا؟ بغينا الطلبه يرجعوا يقراوا. وشنو بغينا؟ بغينا نكونوا الاطباء بما في. شوف ما عمرنا ما غناخذوا شي قرار اللي غيراهن المستقبل ديال البلاد. اليوم ملي تخذ هذا القرار، باش نقويوا القدرات ديالنا للتاطير الطبي ديال البلاد، ياك؟ كاين نقاش بين الطلبة وبين المؤطرين وبين الحكومة، اختلاف. شنو غدير؟ غتمشي تقول للطالب عندك الحق حيت ما بغيتيش الإضراب وتراهن المستقبل ديال البلاد كامل؟ صعيبة. دوك باقين ما اتفقوا، إن شاء الله غناخذوا الوقت الكافي باش نوصلوا للاتفاق، حيت ما عمره ما يدار على حساب المستقبل ديال البلاد. ولكن استمعوا للطلبة، اقنعوهم ولا يقنعونا، في جو سليم. داكشي علاش الوزراء جاو قالوا اشتغلوا ونتناقشوا. مازال ما نجات، وان شاء الله غتنجح. هادشي اللي كنطلبوه.
السيد الوزير يعني غير بهذه النقطه ديال الطلبه ديال الطب يعني كاين مشكل ديال دابا هذه النقطه ديال الطلبه ديال الطب لا بغيتي تعمق فيها جيب وزير الصحه ولا وزير التعليم العالي ما جيبش وزير الصناعه لا فعلا انا كان انا شوف اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي نقاطعك انا كنعطيك المبدا العام نعم ولكن دخلتي لي في التفاصيل ما غنقدرش عليها لا ما غاديش ندخل معك في التفاصيل عرفت ان انا كيس كيس هذا لان تكلمنا في محور كيتعلق بالاغلبيه واغلبيه الحكوميه ومنه غادي نطرح واحد السؤال كيتعلق بتقرير اللي دار المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الفئات ديال الشباب اللي هما نيت اللي هما بدون شغل وبدون شغل تعليم. بدون تكوين وماشي في المدرسه هذا التقرير هذا يعني المعطيات اللي فيه طبعا ان سبق حدث عليها مندوبيه الساميه التخطيط ولكن كان واحد رد فعل ديال رئيس الحكومه اللي كينتقد هذا التقرير والتوقيت ديالو وحتى انه تعلم بانه التوصيات ما يمكنش تطبق الى اخره كيفاش شفتوا انتما داخل حزب الاستقلال كوزراء استقلاليين وكقياده في حزب الاستقلال هاد رد الفعل تجاه تقرير ديال المؤسسه الدستوريه لا شوف عطفا على قال الزميل كاين اللي اعتبروا استهداف سياسي لان الرئيس اتحادي وكذا معلوم 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 بدا انا كان شي حاجه ما كتبغيش تدخل ليا في الدماغ المؤسسات كلها ديال البلاد يمكن لها تنتقد الحكومه اللي هي مؤسسه والحكومه ملي كتنتقد مؤسسه كيفاش سبحان الله حنا ما عندناش الحق ننتقدوا اي مؤسسه ولكن المؤسسات كلها عندها الحق تنتقدنا سبحان الله عندها الحق انتم جهاز تنفيذي يعني واخا واخا عشان اخويا تضربني انا جهاز تنفيذي ما نقدرش ما ننتقدش نخلي كل شيء يعطيني العصا وما نجيش نقول لك انت لا هادشي ما متفقش معاه هذا اساس حتى حنا عندنا الحق نقولوا هذه المؤسسه ما متفقينش معاها ياك حقنا شرعي وما كاين لا استهداف لا تبخيس لا والو احترام انا نقول لك ديمقراطي انت تنتقدني وانا عندي الحق ننتقدك كاين ولا ما كاينش هادشي نتفقوا عليه ثانيا رئيس الحكومه سأل التوقيت علاش حيت هاد التقارير ديال النيت كيخرجوا كل عام كيخرجوا كل عام انا كنت اشتغلت في المجلس كل عام كيخرجوا تقرير سنوي هذا الاول علاش في هاد الفتره كل يتسأل عنده الحق و قال ما يمكنش يكون هذا عنده هدف سياسي يعني غير لمح ما قال لي شي حاجه اخرى وخلينا نديرو شويه السياسه ونلمحو الاخطر ما فيها بس واش باش نوصلوا ثالث بخيز ديال المؤسسه الدستوريه صح حنا مؤسسه دستوريه طري اسات الحكومه مؤسسه دستوريه واش اللي كينتقد رئيس الحكومه في من البرلمان ولا من المجلس حتى هو غنقولوا تبخيص وكتضرب بمؤسسة دستورية لا خلينا نناقشوا والله ما يكون هذا النقاش بين مؤسسات منظمة ولا في الشارع هذا الأول ثانيا باش ندخلوا في الموضوع النيت هما شباب بين 15 و24 سنة اللي ماشي في الشغل وماشي في الدراسة وماشي في التكوين ياك 80% من هاد النيت نساء اللي كتكلف وليداتها لا كذا 50 ماشي 80 53 وعازد عليها واحد 30 اخرى اللي هي فهاد المشروع ياك اموال وما دول ربات بيوت اللي هي ارباب بيوت و30 اللي عندها هاد المشروع هاد الرغبه دوك 80% في النوم عندهم رغبه يجي يشتغل معاك مزيان قولها قول لي عندي مليون و 600,000 و 800,000 ديال الناس اللي ماشي 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 غتقول اللهم هذا منكر عندي مدينة الدار البيضاء اللي ما فيهاش الناس اللي كيشتغلوا ياك ولكن قولها بان 80% ما عندهمش اللي يشتغلوا و 20% خاصك تقال لهم مناسب شغل ديك الساعة عندك رماد ونلقى لك حلول ونشتغل معاك هادشي اللي قال رئيس الحكومة تا هاد الحلول اللي كاينين والتدابير اللي كاين والارقام اللي كيتعطاو يمكن لهم يغلطوا الناس يغلطوا الرأي العام نعم سيدي
لا، واحد السؤال يرتبط علاقة بالتدبير الحكومي وعلاقة الوزراء بالبرلمان. يعني الأسبوع الحالي شهد واحد سجال كبير حول غياب ديال الوزراء، واحد الشكل كبير بالجملة، يعني كان غياب بالجملة. حتى رئيس يعني الجلسة اعتبر أن هذا الغياب ديال الوزراء مبالغ فيه، وكو هذا الشيء أثار نقاش. ثم دخل الأغلبية يعني في حزب الاستقلال، كيفاش كتوصفوا هذه الظاهرة؟ نحن عندنا بعدا وزير العلاقات مع البرلمان اللي كل خميس كيقول لنا عينا من هذا الصداع، خاصكم تحترموا المؤسسه البرلمانيه وتجيو تحضروا، هادشي ماشي معقول الى اخره. دونك داخل الحكومه عندنا السي بيتا تبارك الله عليه اللي ديما كيأكد باننا خاصنا نحضروا، هادشي ماشي معقول الى اخره. هذا كاينه. ثانيا السيد الوزير كي جاك رد الفعل ديال رئيس الجلسه، مقاطعه حكوميه للبرلمان؟ لا قلت شي حاجه غتقول. لا قلت شوف، انا كنت حاضر. كنت في القاعه. وكنا ثلاثه ديال الوزراء في القاعه، ما والوزراء اللي ما حضريش كان عندهم المبررات ديالهم، وحنا كنتقبلوا كل الانتقادات بروح رياضيه وكنخليو النقاش. سال النقاش، بداو الاسئله، بدينا نجاوب احتراما للمؤسسه. نعم، مرحبا. وكنقول لك النقاش والاختلاف رحمه، والله ما يكون داخل القبات وداخل المؤسسه ولا في الشارع. سيد الوزير، انا عندي واحد بغيتي تطرح شي سؤال، واحد اي واحد سؤال في اطار ميكرو نطلعوه. ياك مال الميكرو وديالو هذاك راه ديالو ديالك. والميكرو راه ما شافش ديالك. لا تصدرتي راه مشكل، خاصك تزيرو. لا راك زير احتجيتي عليه. واحد سؤال بسيط جدا. نعم. السيد الوزير، دابا انت تقريبا ما يقرب من اكثر من سنتين ونصف انت كتولى المسؤوليه الوزاريه. واحد النهار جلستي مع راسك وقلتي شي قرار خديتيه في الوزاره وما كان عليك ان تاخذه وندمتي عليه؟ كل نهار. كل نهار وكندم على القرارات اللي ما خديتهمش. اللي هما؟ لا، كل نهار كنتسائل. شوف، احنا دابا عندك مسؤوليه تشريف بحال اللي قلت لك وتكليف، وكيراهنوا عليها المغاربه بزاف. عندك قطاعين اللي عندهم الامكانيه باش يحولوا الحياه ديال عدد ديال الناس، وكل نهار كتقول واش درنا الواجب وقمنا بالمجهود الكافي، واش كان يمكننا نخلقوا ولا ندفعوا ولا قنعوا شي مستثمر باش يخلق لنا المزيد من فرص الشغل. كل نهار وكتسائل واش خديت القرارات المناسبه. بحال دابا القرار ديال واش غتمنع عادي، واش غتاخذ هذا التدبير اللي غيشجع هذا الشيء، واش هذا القرار مزيان ولا ماشي مزيان، واش غيقلص مناصب الشغل ولا غيزيد فيها الى اخره. كل نهار كنتسائل، كل نهار. اللي قال العصير بارده. سيد الوزير، شنو الرتبة اللي كطمحوا لها في حزب الاستقلال في الانتخابات المقبلة؟ الصدارة ورئاسة الحكومة. واش رياض الزور ممكن أنه يدير الانتخابات؟ نزار بركة رئيس حكومة المقبلة إن شاء الله. رياض الزور هل سيدي نزار بركة رئيس حكومة المقبلة إن شاء الله. انا بغيت لكن تفضل غير واحد السؤال، يعني ارجع شويه معك الموضوع ديال التجاره، موضوع التجاره الالكترونيه. نعم، يعني كان فيه واحد النقاش وجدل، لانه عدد من الناس كيقتنيوا يعني مقتنيات من منصات عبر من الخارج، ولكن الحكومه اتخذت واحد القرارات انها كتفرض واحد. لا خدات القرار باش تطبق القانون. لا غير اسمح لي. لا غير لا تطبق مثلا على الناس اللي هما كيديروا بها تجاره، ولكن اللي هو مستهلك عادي يعني ولات المستهلك العادي بقات عنده امكانيه. شو المغرب كان داير تسهيلات باش الفرد في الخارج يصيفط الاسره ديالو بعض المرات بعض الهدايا، وداك الشيء علاش كنا خلينا الامكانيه ديال ما تصيفط شي حاجه اللي التكلفه ديالها اقل من 1250 درهم، ما تخليش الاسر اللي كيجيهم هاد الهدية بالاخص من المغاربة القاطنين في الخارج يخلصوا عليها شي حاجة.
هذا هو التسهيل اللي كان السيد الوزير. ولكن نعم سمحتي لي السيد الوزير، كاين واحد المثال. انا مثلا راه عندي لابليكاسيون حلاليكم، عندي واحد لا كوموند اللي ما فايتهاش 350 درهم وحلا وحلا في لا دوار. مازال 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 خلينا انا نخرج الكوموند ديالي دابا كنفرش دابا كنفرش. هادشي علاش هاد جا التدبير؟ جا واحد العباقره منصات الكترونيه ضخمه عالميه، منها وحده معروفه ياك اللي كتلمع ياك تعرفوها سميتها هذيك اللي كتلمع. جاو قال لك كاين هذه الامكانيه في المغرب غنعمرهم سلعه. شنو وقع؟ فاوت ما يكون تسهيل بين الافراد ولا التجاره ولا حتى متواكين الناس اللي كيديروها تجاره كيديروا اعاده البيع ولا حتى توزيع ومنتظم. ملي كتجيب سلعه بصفه منتظمه بالملايير ديال الدرهم بدون جمارك وبدون ضرائب، اش خليت القطاع المنظم؟ قلتي هذاك اللي كيجيب السلعه ديالو كيخلص عليها الضريبه وكيوزعها وكيخلص عليها التيفيا، قلتي كتولي تسهيلات عائليه ولا منافسه غير شريفه. طبق القانون، طبق القانون. واخا شنو اللي درنا؟ ولا ساليتي وتفرش السيد الوزير بالنسبه لا فرشت وغطيت. لي كوموند اللي هما صغار كان المواطن عنده الحق 1000 درهم 1200 درهم. كوموند صغيره ولا كبيره لا بعتها لك شركه تخلص عليها الضريبه وتخلص عليها التيفيا، حيت من ديك الضريبه ومن ديك التيفيا كنديروا لك الامن وكنديروا لك الصحه وكنديروا الدعم الاجتماعي وكنديروا البوطه بهذا الثمن الى اخره. ولا ما كانش عندنا مداخل جبائيه ما يمكنناش نقوموا بالواجبات ديالنا وما نكونش كنهضر قدامك اليوم. لا ماشي الاشكال اليوم المنافسه خاصها تكون شريفه، ما يمكنليش نفرض على مول الحانوت ونفرض على مكازا بانها تخلص الضريبه والجمارك ونخلي منصات منصات رقميه ما تخلصهاش حتى هما حتى هما يخلصوها. صافي كنضبط. شكرا السيد الوزير، شكرا على 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 لطفك وعلى اخلاقك النبيله. حقيقه نقول لكم واحد القضيه، اول مره شفت سي رياض احسست انني امام صديق لان فيه واحد لطف. تاكدت لي اليوم على ان هذه الصداقه ماشي عفويه، كانت صداقه فيها تاريخ، ان الاب ديالي وجدودي كانوا اصدقاء. بغيت غير نسولك واحد السؤال اخير، شنو هما الشخصيات السياسيه اللي عندهم تاثير في حياتك الخاصه، امراه او رجل؟ نزار بركه ومولاي حفيد العالمي. سيدي التوفيق.